بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59. في سؤاله الأول: إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد فإنني أقرأ خلف الإمام، وذلك حرصا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه، فهل في ذلك إثم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة إنه يجب عليه الإنصات، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء، وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ المأموم شيئا من القرآن بل يستمع لقراءة الإمام. وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه إذا كان يعرف الآية التي استغلقت عليه، أما أنه يأخذ المصحف ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز. ولكن إذا مثلا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورا. وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة كما ذكرنا، ففيها الخلاف بين أهل العلم. ولو بدون مصحف، يعني لو جلس يتابع الإمام في قراءته ويقرأ معه، ولو بدون مصحف لا يقرأ مع الإمام بل عليه أن ينصت. السؤال الثاني يقول: أرى بعض الناس حينما يقوم لصلاة السنة فإذا أقام الإمام الصلاة وهو قد صلى ركعة، إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا دون إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا قطع صلاته دون أن يكمل الركعة، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها، يكمل النافلة التي دخل فيها ويخفف فيها ويلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا داعي إلى قطع النافلة التي شرع فيها. أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، إنه يتمها خفيفة ويلحق بالإمام ولا يجوز له أن يقطعها. هذه الرسالة من المستمع مرتضى السمان، مصري مدرس باليمن الشمالي، يقول: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية، هل يقرأ ما سبقه جهرا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردا بعد تسليم الإمام؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام مثلا ركعة فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية، أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام. فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضا يقرأ في الركعة الأولى مما انفرد به، لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية. وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط. لكن الجهر من حيث، أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين هما أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته. لكن من ناحية الجهر بالقراءة، الجهر في الليل يخير بين الجهر والإسرار، حتى لو كان مع الإمام المنفرد. لا، المنفرد مع الإمام لا يجهر، المأموم لا يجهر مع الإمام، لا يجهر مع إمامه، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق فإنه لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يسر. السؤال الثاني يقول: إنني أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيدا عن الأوقات المنهية عنها،
وكذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات شتى، وكذا التطوع بالصيام في أيام مختلفة. كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت، خوفا من عدم المواظبة عليها لئلا أقع في البدعة. فما الحكم في ذلك؟ زادك الله حرصا على الخير والإكثار من النوافل، من صلاة النافلة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير، أمر مطلوب ومشروع. وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في أوقات معينة، مثل الراتبة مع الفريضة، الراتبة القبلية أو البعدية بعد الفريضة، وكذلك الوتر، هذا مرتب في الليل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، كذلك تهجد من الليل، هذا ينبغي المداومة عليه، ينبغي المداومة على أداء الرواتب مع الفرائض، ينبغي المداومة على الوتر فليتأكد. نعم. وينبغي أيضا أن يكون له نصيب من صلاة الليل ويجعل آخره وترا. كذلك صلاة الضحى، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادات موظفة وموقتة في مواقيتها الشرعية، وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. كذلك المداومة على ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح لا حرج فيه. الصلاة النافلة كما ذكرنا إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد ذكرت أنك تتجنبها والحمد لله. نعم. السؤال الثالث يقول: هل لابد للإنسان أن ينهج في عبادته مذهبا واحدا في كل شيء، أم ليس عليه شيء إن أخذ من كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسر لدينه ودنياه؟ هذا يختلف باختلاف الناس، فالعامي والمبتدي في التعلم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يقلدوا من يثق بعلمه، من يثقون بعلمه وتقواه من أهل العلم، يقلدوا أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة. وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. إذا كان عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبني عليه القول، فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل لأن عنده المقدرة على ذلك. الناس يختلفون في هذا، ليسوا على وتيرة واحدة. التقليد لا يحرم مطلقا ولا لا يجب مطلقا ولا يحرم مطلقا. يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز أن يذبح عنهم خارج البلد التي ولدوا فيها، لأن بلدهم لا يوجد بها فقراء يحتاجون اللحم، وهناك قرية بعيدة عن مكان ولادتهم وبها مستحقون للصدقة، فهل يجوز أن يذبح فيها ويتصدق عليهم بلحم الذبائح، أم لا يشترط في ذبيحة العقيقة أن يأكلها الفقراء؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن 6 أشهر، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك. نعم. يذبحها متى تيسر له ذلك. وأما بالنسبة لمكان الذبح فليس للذبح مكان خاص، يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه وأن يذبحها في غيره، لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان. وأما قضية الأكل فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية، يستحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه. نعم. السؤال الأخير يقول: إذا حضرت لصلاة الظهر مثلا قبل الأذان وصليت 4 ركعات ثم أذن المؤذن، فهل تكفي عن الراتبة أم لابد أن أصلي بعد الأذان 2 ركعتين راتبة الظهر؟ المهم أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت، فإذا كان الوقت وقت الظهر قد دخل ونويت بهذه الصلاة الراتبة فإن ذلك يكفي. أما إذا لم يكن دخل الوقت بعد فإن صلاتك التي صليتها قبل دخول الوقت لا تكفي عن الراتبة. وكذلك لو لم تنوي الراتبة، صليت صلاة مطلقة لم تنوي بها الراتبة، فإنها لا تكفي عن الراتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت الراتبة وكان قد دخل الوقت صحت وأجزأت عن الراتبة، أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان فإنها تكون صلاة مطلقة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عين ألف عين من السودان بعث في الواقع برسالة، ومن أو برفق رسالته نسختين من كتيبين صغيرين، المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، تأليف عبده محمد بابا، والآخر المجموعة المباركة في الصلوات والأدعية المأثورة والأعمال المبرورة بقلم الأستاذ محمد صادق قمحاوي. يسأل عن هذين الكتيبين وعن مدى صحة ما اشتمل عليه من الأدعية والأحاديث، وهما كما يقول متداولان بين أيدي الناس في بلدهم. هذان الكتابان كلاهما باطل، نعم، لا يجوز العمل به وقراءته لما يشتملان عليه من الأدعية والصلوات المبتدعة، كتخصيص كل ليلة من ليالي الأسبوع بصلاة خاصة وأدعية خاصة ليس عليهما دليل من الكتاب والسنة، وكذلك لما يشتملان عليه من ألفاظ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من غلو وإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، ولما يشتملان عليه من التوسلات البدعية أو الشركية والأحزاب المنسوبة لبعض المبتدعين، يشتملان على أحزاب منسوبة لبعض المبتدعة كأحمد البدوي وغيره، وكذلك يشتملان على توسلات منقولة من دلائل الخيرات، وهو كتاب مشهور بأنه كتاب خرافة وكتاب بدعة، وهي توسلات بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وتوسل بالأولياء، وكل هذا مما يوقع الغلو بالمخلوقين ويسبب عبادتهم من دون الله عز وجل. وبالجملة فهذان الكتابان يجب الابتعاد عنهما والتحذير منهما وبيان فسادهما حتى لا يغتر بهما الجهال، ويجب على ولاة الأمور من المسلمين مصادرتهما وإتلافهما. ومثل هذين الكتابين كتاب كثر تداوله اليوم بأيدي الناس وانتشر في المكتبات، وهو كتاب الدعاء المستجاب لمحمد عبد الجواد، وهو كتاب خرافي يشتمل على أدعية وأذكار مبتدعة صوفية وأوراد لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ثم عنوانه فيه جراءة على الله عز وجل حيث سماه الدعاء المستجاب. ومن الذي أدراه أن هذا دعاء مستجاب؟ وما دليله على ذلك إلا أنه يريد جلب العوام وإغراءهم بهذا الكتاب المبتدع. وأنا أحيل القارئ أو المستمع على كتب موثوقة في الأذكار والأدعية ألفها أئمة من أئمة أهل السنة الموثوقين. أولا كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم، ثانيا كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثالثا كتاب الأذكار للإمام النووي. هذه الكتب ليس فيها شيء من الأذكار البدعية، وهي تشتمل على الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، وفيها غنى عن كتب المخرفين والمهرجين، والحمد لله. جزاكم الله خير الجزاء.